على الشاشة. يعني أنا أستعمل مثلاً إن أنا كنت رمز للجنس على الشاشة وأمشي بالتاريخ ده وأنا بلعب شخصياتي، فده أسميه بيستهلك تاريخه على الشاشة، هيخلص. الممثل الثاني اللي هو زي فريد شوقي ده بيحمل تاريخه معاه وما بيستهلكوش، وكل مرة يعمل لك شخص جديد يبقى إضافة يبقى امتداد وبعد كده ينضم للتاريخ بتاعه. فده فريد شوقي. فريد شوقي يعني هو من أهم إن لم يكن الأهم على الإطلاق بين الممثلين بتوع السينما المصرية.